مرحبا، معكم محمد صغول مقدم نشرة جوية من فوق السادة. ذكرتوني طبعا، انا طبعا راح اقدم لكم نشرة جوية من نطاق اوسع، لانه هاي النشرة الجوية راح تكون على مستوى الوطن العربي بشكل كامل. بلشها في بلاد الشام في الجنوب ليكا، سوريا والعراق ولبنان. هذول الثلاث دول راح يكون فيهم عدم استقرار جوي، يعني راح نلاحظ فيها نفس الفصل او نفس الساعة حتى راح يكون فيها ثلاث او اربع او خمس فصول، يعني راح نلاحظ ربيع وشتاء وصيف وسمر ومهند وممكن يحيى كمان نفس الساعة. وفي عندنا في الجزيرة العربية راح يكون في عاصفة مركزها اليمن، وفي فلسطين المحتلة راح تكون اجواء ربيعية خرافية جدا وجو عالي العال، اشي بجنن على كيفك يا معلم. وان شاء الله بنشوفكم نشرات جوية قادمة، ويعني يكون هيك بنطاق اوسع على مستوى العالم كله. السلام عليكم. في الفترة الماضية تم عقد جلسة في مجلس النواب لمناقشة استجواب النائب محمود الخرابشي لهيئة الطاقة، وسأل النائب محمود الخرابشي 74 سؤال قاعد يسأل فيهن 3 أيام. لا يمكن قبول ادعاء الحياة بكفاية المياه التي توفرها مياه الخرابشي الساحل الخرب الساحل لتبريد المفاعل أجاب خاصة في حال الشوارد النووية، وذلك بالقياس إلى ما حدث بالسبق من أمن والحاجة إلى موجود. بس بصراحة الله يعطيك ألف عافية سعادتك، يعني مبين إنه كتير تعبان ومجمع كم هائل من الأسئلة والمعلومات. اطلعوا على الأوراق اللي معه، أكثر من الأوراق اللي بتأخذها لما تروح تصدق شهادة. بجوز تصوير الأوراق هذول لحالهن مكلف أكثر من المفاعل النووي نفسه. زلمة صفطة كبيرة، لو تمسكهن تصفطن هيك جنب بعض علي الضمان لا يغطوا ثلث ارباع مساحة مالطة. حيث كان هنالك عرضين، أحدهما أرجنتيني سيدات النواب ب 86 مليون، والأرجنتيني مفاعل مجرب ويعمل بتقنية عالية ومرخص في بلد المنشأ، والعرض الثاني كان كوري بمبلغ 130 مليون، 70 منها من خزينتنا و 60 مليون قرض ميسر من الكوريين، لكن بمواصفات أقل وغير مجرب وغير مرخص في بلد المنشأ. وطبعا الهيئة أخذت العطاء الكوري، يعني أنا مش فاهم ليش أخذتوا العطاء الكوري؟ كوريا شو عملت؟ شو عمرها طلعت؟ ليش ما أخذتوا الأرجنتيني؟ الأرجنتين مطلعة ميسي وطلعت مارادونا، غير إنه مارادونا بدعم الأمير علي في ترشحه للفيفا، يعني ليش أخذتوا الكوري؟ غير إنه الأرجنتيني عنده سمك مقطوع راسه. أحيل دراسة الموقع للمفاعل النووي على الشركة البلجيكية تراكتر وبكلفة 11 مليون دينار، وأعطت تقريرا بأن الموقع بالعقبة مناسب. يا أخي فعلا، يعني بالعقبة أحسن وأوفر كمان، لأنه المي موجودة من بحر، في مي بحر عشان تبرد المفاعل النووي. خلص بيبنوا المفاعل نفسه بالبحر، كثير أرخص. وبعدين ليش ما أخذوا الأرجنتيني؟ هيو طلع بالعمل بالبحر والسمك مقطوع راسه، يعني أسهل. قبول ادعاء الحياة بكفاية المياه التي توفرها مياه الخرب السمرة لتبريد المفاعل، وخاصة في حال الحوادث النووية، وذلك بالقياس إلى ما حدث في فوكوشيما والحاجة إلى كميات مياه غير متناهية تم ضخها من المحيط باستمرار ولمدة عامين. فمن أين نأتي بالمحيط السادة الزملاء المحترمين إلى الموقر؟ مع احترامي للموقر وأهله. والله مظبوط سعادتك، يعني من وين بدهم يجيبوا محيط على الموقر؟ يعني بحر بالسماء وتدبرت معالي عقل بلتاجي، دبرها بالشتوية وجاب لنا بحر على السماء، مش مشكلة يعني. بس محيط بالموقر؟ اي والله صعبة، جد كثير صعبة. يعني هاي البحر الميت جابوا له مي من ناقل البحرين، بس محيط على الموقر هذا بدك ناقل يدوي محرك دبل شفت دبل كم فينوس تيزبط. المشروع النووي حتى الآن كلف الشعب الأردني الملايين دون أن يرى النور ودون أن يكون هنالك شيء ملموس، بل إن معظم هذه الأموال عبارة عن رواتب ومقاومات وسفر وشراء ذمم وهدر وفساد ومحسوبية، فهل يقبل نواب الأمة ذلك؟ ولو فساد ومحسوبية وشراء ذمم وبدل سفر ومياياوات ويامات. شو مياياوات؟ مياومي اللي مياومات اللي بيدفعوها كل يوم، يعني هاي مياومات ومياياوات مياومات. إذا بصعب إذا جاء مياومات سنة تيجي مع الجملة كلها، فساد ومحسوبية وشراء ذمم ومياياوات. إذا بصعب مياومات. حط سبق الميم
مياو 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 ومات ومياو ومات. يعني مش معقول، يعني هاي اتهامات كثير قوية، هاي اتهامات كثير قوية. وبعدين انه مجلس النواب يوافق عليها ولا ما يوافق عليها، والله يعني سعادتك انا بعرفش، يعني انت اللي قاعد مع المجلس، انت شوف بيوافقوا ولا ما بيوافقوا، شو بدريني انا؟ وقف العمل بمشروع المفاعل النووي وقفا تاما الى حين توفر دراسة الجدوى الاقتصادية وتوفر التمويل اللازم لبناء المشروع. معقولة يا نقولة؟ مستحيل مستحيل، بتدخلش المخ. معقول لهسه ما تقدمت دراسة جدوى للمفاعل النووي لمجلس النواب؟ لهسه مش مقدمين دراسة جدوى؟ مش معقول. إذا بدك تفتح عرباية قهوة، عرباية قهوة عادية بالشارع، تعمل لها دراسة جدوى قبل سنة، قديش عدد الكاسات، كم بدك تبيع الكاسة، القهوة من وين بدك تجيبها، قديش بدك تغش بالمي، يعني كل شيء بنحسب. مش معقول مش حاسبينها لهسه. بعدين كل هاي النقاشات وكل هاي الحوارات، وإحنا أصلا في عنا يورانيوم بالأردن، يعني في كميات يورانيوم تجارية بتفيدنا. جميع الشركات العاملة التي عملت في الأردن في مجال تعدين واكتشاف اليورانيوم كانت شروطها بأنها لن تستمر في العمل إذا كانت نسبة التركيز أقل من 250 جزء بالمليون، وفعلا انسحبت جميع هذه الشركات لهذا السبب من الأردن. كما قام أيضا على أثر ذلك مجموعة من العلماء والباحثين الأردنيين بدراسة الجدوى الاقتصادية لليورانيوم، وقدموا تقريرا بذلك كأبناء للوطن، يؤكدون من خلاله بعدم وجود جدوى اقتصادية لهذا المشروع. هسا كل هاي الأبحاث والدراسات اللي عملوها وآخر إشي طلع ما فيش عنا يورانيوم مجدي اقتصاديا، يعني سعادتك بصراحة أنا بقول يعني عشان ترتاح أنت خلص مش داعي تكمل، يعني ما ظلش إشي تحكيه صراحة، يعني كل شي سمعناه خلص بكفي سعادتك، خلص بتكيش تسمع روح اقعد هناك، أنا بدي أرجو. آسف سعادتك، خلص بسمع معاك، كمل تفضل. الطاقة الذرية قد حددت لبدء إنتاج اليورانيوم، أرجو الانتباه لهذا الموضوع المهم. أجابت الهيئة أنها لم تحدد وقتا لبدء إنتاج اليورانيوم، لكن رئيس الهيئة كان قد أكد بشكل متكرر أن عام 2012 سيجلب إيرادا سنويا ضخما للخزينة، وأكد وعاد مؤخرا بأنه سيجلب 2 مليار دينار للخزينة كتوفير من فاتورة إنتاج الكهرباء. 2 مليار ب 2012 واحنا هسه ب 2015. اخ يا اسناني، واوا ودوني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاته، ما عاد بدي شوكولاتة. دقيقه والي معاد، قديش انت وطني واصيل وتحب البلد يا زلمه، سم راسك وفهمنا، امنا بالله يا زلمه، اما اسنانك صار رجعوك عشانك كل هذا، عشان اللي بصير بالبلد اسنانك صار رجعوك يا زلمه. والله يا اخوي انت شكلك فاهم غلط، والله فاهم غلط. أنا راسي صار يوجعني، ومن وجع راسي ضرب على أسناني على طحونة العقل هنا من صوت سعادته الجهوري، يعني صوته كثير جهوري وقاعد بصيح الصياح، يعني عشان هيك فقعت عندي طحونة العقل. ليش تسمع له طيب؟ سكر أذنيك. يعني بدنا نسمع، ما احنا بدنا نسمعه استجواب. استجواب؟ آه والله. شفت المحاكمة؟ عندك حليب؟ لا والله، عندي شكليطة. يعني الدكتور خالد طوقان حاليا بموقف لا يحسد عليه، يعني جمع له الاسئله ورتبهن وسالوا اياهن ووثقهن، يعني موثقات حشره عن جد. الله يعين الدكتور خالد طوقان. شو بدي جاوب شو عنده جواب؟ شو بدي جاوب؟ منذ مطلع البرنامج 2008 حتى نهايه عام 2014 والارقام موثقه لا يتعدى على 75 مليون دينار، هذا ما انفقته الخزينة وليس 400 مليون دينار، هذا رقم اطلاقا غير صحيح، وهو رقم وهمي ليس له وجود. طيب ماشي اوكي، هاي ماشي. العطاء الكوري شو قصته؟ هذا امر مع احترامنا مش علمي. الكوريين بانين مفاعل هنارو من ارقى المفاعلات بالعالم. ايه هذا الدكتور محضر اجوبة لكل شيء، شكله دارس اسئلة سنوات سابقة. اقول لك بدي اعمل لك كويز مفاجئ صغير، طلع ورقه وقلم. الاثنين مليار، شو قصه الاثنين مليار؟ يلا جاوب، اعطيني الجواب، يلا هات شو. هذا امر انتقائي، لانه سعاده النائب اخذ هذا الخبر وبعطيه بالضبط من وين، اخذه من جريده الراي. باليوم التالي نزلت الهيئه تصحيح لهذا الخبر وذكرت انه هذا خبر مبالغ وليس له اساس. ما شاء الله عليها، جد جوابين كلن، يعني دكتور، لا جد دكتور، يعني ما شاء الله، يعني مش معقول هيك. لقيتها الموقع شو قصته؟ Generally the citing
that the Jordan Atomic Energy Commission has done is in compliance with the International Atomic Energy Agency safety standards. Oh, your answer in English. So it means everything is okay. I'm with you, معليك. بس في عندي سؤال معليك. بدي أقول لك يا هلا. بالنسبة لليورانيوم، شو وضعنا فيه؟ لأنه أنا خبير في الأسئلة برضو. صحيح أنت خبير في الطاقة النووية ومهندس فيزيائي، وأنا خبير بالأسئلة. قل لي شو بالنسبة لليورانيوم؟ قضية أخرى بس بحب أحكي على اليورانيوم. سمعت هون على اليورانيوم. 8 طن اليورانيوم. وزي ما تفضل سعادة النائب وصف زيوت. في تقارير الآن عنا رسمية تشير إنه تقارير دولية وتبوب ضمن المنشورات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ريد بوك. ليش عنا بدفاترنا ولا شيء؟ يعني أنت شايف دكتور خالد في سؤال من اسمح لي سعادة النائب دكتور عساف بسألك وينهم يعني؟ ما حد جاب تقارير؟ يعني ما حد جاب تقارير؟ هاي النائب عساف الشوبكي سألك. يلا التقارير موجودة والريد بوك موجود، ايش وينهم؟ هذا يورانيوم بالارض هذا وهو هيك بطلع. ما عليك، بصراحة اجوبتك كلها متكتكة ومرتبة وعلمية 100%، صراحة انا بلشت اقتنع فيها. بس معقول مفاعل نووي واضرب واطرح وسلافة كبيرة ولسه مش مقدمين دراسة جدوى للنواب والنواب مش متطلعين عليها؟ عيب. بتزبطش ما عليك؟ دراسة الجدوى الاقتصادية للمحطة وصلت لسعادة النائب، وصلت قبل سنتين ورقي، وصلت بنفس الاستجواب الإلكتروني، ووزعت على جميع أعضاء لجنة الطاقة، ووزعت على أعضاء اللجنة المالية، وطلبوها أشخاص كثير في اللجنة. ها وطلع كمان في دراسة جدوى، يعني كل الأسئلة اللي انسألت للدكتور خالد توقان هيو جاوب عليها كلياتها، يعني مش طبيعي هيو جاوبهم كلهن. بس أنا متأكد إن النائب مع تحضيره الكبير هذا إلا ما يكون مخبي مفاجأة من هون، يعني مش معقول تخلص السلافة هيك. مزبطش كمان زمن الخداع وزمن التضليل وزمن التدليس ولا ما عليك، مزبوط صحيح، أصلاً زمن التضليل ولا ما هو التضليل هسا بيخالفوا عليه، عند الترخيص بيشيلوه بيخالفوا عليه كمان. الآن واحد زائد واحد يساوي اثنين. مظبوط سعادتك، اكشف كل الأسرار. إحنا بزمن واحد زائد واحد يساوي اثنين، وهذا اكتشاف عظيم يسجل لك عن جد. واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا هسه بس هذا الزمن، مش لما كنا بالمدارس كانوا يعلمونا هيك، لا هسه زمن واحد زائد واحد اثنين. معك إحنا مع سعادتك، معك اكشفهم. قال لي تعال يا زلمة شو بدك بالشغله، جيب لك 20-25 واحد خراب، شو اللي بدك إياه سي لديت عليه. قلت طولك مترين، طولي مترين. لو سمحت يا لا يا أخوي أرجوك خلينا أيوه شمالني. سوري تحمست. شو بتزكفوا؟ عشو قاعدين بتزكفوا؟ قاعد بيحكي بده يجيب ناس يوظفهم وما يوظفهم، وواسطة من هون وشغلة من هون، عشو مكيفين يا أخوان؟ هاي سلافة رشوة، هاي فيها رشوة يا جماعة الخير، شو مالكو؟ عشو بتزكفوا؟ مستمر بطريق الضلال ومنهجية التدليس والخطأ والضحك على الناس. أنا بدك وأنا أول أمس أجوني نواف وضغط، أجوني ناس من الوزراء وأجوني ناس آخرين، فكك من الاستجواب. قلت لهم يا جماعة أنا خالد طوقان على المستوى الشخصي إله كل الاحترام، وطلعت وسلمت عليه بالقاعة. وجاء أحد النواب قال الغداء عندنا بعد بكرة، وقلت له بعد الاستجواب. بالتالي يا أخوان أرجوكم ما نتعامل بقضايا الوطن بالطبطبة وما نتعامل معها. أخوان شو مالكو شو اللي غدوة وما غدوة وببوس على راسه وفكك منهم وفكك منه؟ شو اللي بتحكوا فيه؟ سلافة كبيرة، مفاعل نووي، بعدين كبيرة بحق خالد توقان، كبيرة بحق الدكتور خالد توقان. هذا حكي، هذا اتهام برشوة يا عمي، والله عجقة. طب شو بده يجاوب؟ شو بده يدافع عن نفسه؟ شو حكى؟ القصة مش سهلة. أنا من عام 2008 لغاية عام 2014 و15 لم أتحدث مع النائب الخرابشي لا تلفونيا ولا شخصيا. من 2008 مش شايفه ولا حاكي معاه؟ يعني اعذرونا بس يعني لخمتونا، يعني انعجقنا بهاي السلافة. يعني بصراحة يعني على الحكي اللي حكى هذا مبين انه في واحد منكم الاثنين. لا تحكيهاش. شو بدك تحكي انه في واحد منهم بك؟ اوعى تحكيها، اوعى تفضحنا وتحكيها انت. لا 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 تحكيها، لا تحكيها. لا هو لا 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 تحكيها. وكل واحد لا تحكيها، لا كل واحد عنده حكي خلص. لا تحكيها، لا تحكيها. يا ايش كل واحد بيحكي حكي ثاني؟ شو بعمل؟ احنا بدنا نوصل لنقطة واحدة،
انه سلافه المفاعل النووي عن جد فيها عجقه ووجعه راس ومعقده وصعبه. طيب فبدنا واحد شو يعمل؟ يبسطها اكيد. يعني يحكي لنا سلافه لانه الشغله صار فيها لا وحتحكيها. فبدنا حدا يبسط لنا السلافه مشان الله. كتاب قصدك صح؟ كتاب قصدي في كتاب. واحد لازم منهم يفتح كتاب. في واحد منهم لازم يفتح الكتاب لانه صراحه يعني مش معقول كل واحد معاه كتاب شكله. ايوه كل واحد بيحكي قصه من كتابه. فاكيد في واحد منهم. كم انا بدي ابسط الموضوع لنفسي اللي استمعنا له في ذلك اليوم الطويل وهذا اليوم، هو اما ان الخيار خيار النووي خيار استراتيجي لا يمكن تفاديه او يمكن تفاديه. دولتك اشكرك شكر جزيل. ظاهره في التبسيط، يعني في ابسط من هيك ما في. يا يمكن تفاديه يا لا يمكن تفادي. يا جماعة شو بتكون أبسط من هيك؟ بسط لنا يا هدولتو. شكرا لإلك، شكرا على ظاهرة التبسيط العظيم اللي أعطيتنا يا أنا. أشكرك جد، شكرا لك. بس في سؤال دولتك، يعني لو هسا طلع المفاعل النووي مش كويس، ما راح يفيدنا، يعني مش زي ما بدنا، في احتمال إنكم تتراجعوا عن تفعيله والمضي فيه؟ يعني في نية، في احتمال؟ لأنه مجلس الوزراء في عنده شجاعة أن يعيد النظر في قراره إذا ثبت خطأ، ولا يتشبث بقرار خاطئ، لأنه مصلحة البلد أهم من كل العنتريات وأهم من كل الشعور بالنفس. شكرا دولتك وشكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. بس في عنا إحنا طلب خاص منا، هذا منا إحنا، إنه يا ريت لو تخلصونا من سلافة النووي مشان الله. يعني صلنا سنة ونص قاعدين بنحكي أخبار ومنطلع عليه أفكار سلافة المفاعل النووي. يا جماعة الخير، بصراحة النكت اللي عندنا خلصت، بطل يطلع عندنا اي افكار لسلافه النووي مشان الله تخلصونا منه. بطلنا نلاقي نكت، شو بدنا نحكي عنه؟ شو بدنا نمزح فيه؟ مشان الله خلصونا منه. وصلت فيكم انكم تيجوا ترقصوا هون بالمطار وعادي ولا سائلين والجروب. حبيبي شو ليش انت تحكي عنا؟ شدش اسنانك، عامل لي فيها خرين احنا. انتوا بتخربوا الفن حبيبي. شو اللي بتخربوا؟ هذا فن اسمه، هذا فن راكي حبيبي، الهزو الليوني فن راكي. ايه اركز وانت بتحكي معي، اركز حبيبي. ممنوع ممنوع نرقص هنا كمان حبيبي. عندي هو فن، انا بدي اركز. اركز ليوني هذا فن، هذا فن. هذا شو اللي فني فينا؟ انت بتخربوا الفن. ليش تيجوا بترقصوا عندنا بالمطار؟ وين بدنا نرقص حبيبي؟ في الاقصى ممنوع نرقص، في الابره الخرم الخليلي ممنوع نرقص، بابصر وين ممنوع نرقص، حتى بالمطار ممنوع نرقص. بدنا نرقص احنا حبيبي. ترقص ببيتك، ترقصش عندي هون. شو ليش ترقص اصلا؟ ليش ترقص؟ شو حبيبي؟ انا خالك، مش شايفني خالك؟ لا خالك. خالك. شو المناسبه يعني؟ شو في؟ في هذا كان شاب معنا باللي موجودين في المطار. ليش حاط ايدك؟ ليش حاط؟ والله بتعب، ايدي بتتعب. شو ماليها؟ ماليها بالكسر يا رب. شاب واخد من الشباب اللي كان معنا، عريس. عريس صغير، كان شاب، بدنا نفرخ له. يعني ما نفرخ له؟ شو تفرخ له؟ جينا هون خممنا، جينا هون خممناه. خمم عريس، في عندكم خمامات ولا ايش؟ خممتوه؟ خممناه. خام يعني هو هسه؟ هيك بضوي خام. ما في عندكم خمامات للعرسان وهيك؟ جينا خممناه. وهي اغنيه، يعني هسه في ناس كان كثير تسال انه شو هالاغنيه، الاغنيه لا وعارف شو اغنيه عرسان هاي. شو بيغني؟ كامر هالعروس كامر، والله كامر، تضوي البيت المقتم ويلو شهر، ولمبه هالعروس والله لمبة. إذا كانوا يغنوا بالإسرائيلي أنت بتتخيل؟ هو أنا بس بترجم لأنه في ناس مش عارفة كانت. أنت عارفها بالإسرائيلي طيب؟ يا زلمة. إيش عملك هالكارنيش كامل كوالت؟ كله من أنا. الله جاي تهبل إذا اللي جاي. شو يا عم؟ حبيبي بتروح بتنقلع، بترقص في داركم، بتعمل هناك اللي بدك إياه. طبعا مش داركم يعني إنه. مش يعني الضفة الغربية. وين؟ داركم بتروح في أوروبا، في أفجر. طيب خلاص أوكي. أنا راح ترقص هناك. خلاص أنا راح أرد عليك، أنا ما راح أرقص ولا في مكان. طيب ترقص في مكان. لا ترقص يلا. طيب خلاص ما بديش ارقص. طيب يلا تفضل يلا يلا يلا. البوفيه على الطابق الثاني. وشن قلال يا شن قلال، على عينو على خليلي خليلي سوسير وليك هاني برضه. حتى رقص بتعرف ايش ترقص؟ حتى رقص ما بتعرف ترقص؟ لا بعرف ارقص. خليلي بتعرف ترقص؟ يطلع برا.
سؤال، وبصراحة مش نق، يعني مش أنا الهدف إني أنق يعني صراحة، لأنه في ناس تعتبرها نق. لا بس هو سؤال، يعني سؤال بصراحة فضول، يعني صار عندنا فضول مش طبيعي نعرف شو صار بقضية الشهيد رائد زعيتر. ارتفاع نسبة التسول 19%. شو المفاجأة؟ يعني أنا مش فاهم شو الإشي متفاجئين فيه. أنا اللي متفاجئ فيه إنه نسبة التسول ارتفعت بس 19%. يا زلمة ما هو مش معقول الوضع، ما يبين العلاقة عنا طردية، كلما ترتفع الأسعار كلما تزيد نسبة التسول، وما شاء الله كل شيء قاعد عنا بيرتفع، يعني هو ظل إشي مش طاير عنا مش أخ الخبر الصح. شذا حسون، كل أطباء العرب يتمنون تجميل أنفي، والما أكبره كل أطباء العرب، هذا مش من خار، هذا من قار بنقر نقر. قالت صحيفة الرأي أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ستقوم بالترويج للعقبة سياحياً من خلال إعلان يعرض في مباريات الربع النهائي لدوري أبطال أوروبا. دوري أبطال أوروبا اللي هو نفسه تشامبيونز ليج، تشامبيونز ليج يعني ما غيره يعني. وإحنا الإعلان الواحد راح يكلفنا 90,000، وإحنا حصرياً ومن قناتنا حصرياً راح نعطيكم الإعلان الرسمي اللي راح يطلع في دوري الأبطال. شان الله دعوه على العقبة. قال عميد شؤون الطلبة بالجامعة الأردنية أن التعليمات الجديدة الصادرة عن مجلس عمداء الجامعة نصت إلزام الطالب بزراعة شجرة خلال مرحلة دراسته الجامعية كشرط أساسي للتخرج. صراحة خبر حلو ومرتب، وياريت انه يتطبق بكل الجامعات مش بس بالجامعة الأردنية، وحتى الأحسن انه يكون شرط قبول بالجامعة مش بس تخريج. يعني بدخل الطالب بدل ما بوقت فراغه يقضيها طوش ومشاكل وأبصر شو يعمل، لا بزرع شجرة وبروح بيعتني فيها، يعني هيك أحسن من ما انه الطالب يضل فاضي. أستاذ معاذ بدنا بتحكي عن هالموضوع، أنا أتخرج بعدين يا معاذ. طيب مالك إذا متخرج شو أسوي لك؟ يعني اطلع الشجرة اللي عندي، دفعتي زارعين، أقول لك زارعين تفاح سكري. وانا هذا مش عارف شموط. شوف في تفاح شموط يا زلمه مالك هيك شكلها ما بعرف بقولوا. طب يعني اذا انت خربطت بنوع الشجره يعني خلاص فرط التخرج، يعني فيش تخرج. شو بدي اسوي؟ شو بدبرها واسطه من عادله حرجيه. شو يا زلمه عادله حرجيه؟ بعدلوا لك الشجره هاي حرجيه؟ اي زلمه قلت حتى في هاي القصص في واسطه يا زلمه، مش معقول مش معقول. روح دور على شغلي زلمه، قلت ازرع انسى زلمه. ازرع يعني شيء حلو شيء مرتب. بعدين هاي الشجره من وين جايبها انت؟ هاي شجرة يا زلمة من المشتلة. أنو مشتلة يا زلمة؟ أنت جايبها من الصين، هاي شغل باندا. تزرعها بعدين بين قرايبي، بقرب عليها بقتل. ماشي كمان يا زلمة، حتى في هاي الشغلة بتعمل مشاكل وطوش وأبصر شو. زلمة إشي مفيد للبيئة، هذا شجر كويس للبيئة يا زلمة. بزرعها برأسك. قلت لي هاي سكري؟ ما علي الضباع، هاي شو هاي زلمة؟ هاي بالصيف يا زلمة، شو بتعمل فيه؟ والله ما لا أعرف عنها. فكرة حلوة.